انه انسان مشاهد الكرام في البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء، كيف ما كتشوفوا معنا اب مشالي الصوت تقريبا لمدة 3 سنين، و3 سنين هو كيعاني بالصوت اللي باح ليه، بقى كيمشي ليه بالتدريج حتى بدا كيضرو بحال يعني جاب بحال الحلاقة مصعيب. من بعد ما مشى للطبيب بعد 3 سنين بقى عنده سرطان في الحنجرة، ودابا لحد الان داروا ليه الثقب في العنق ديالو باش يتنفس، ودابا حاليا محتاج المساعدة بحكم انه ما يقدرش يتكلم، فذلك الزوجة ديالو اللي غتنوب عليه اللي غتتكلم في بلاصتو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله خويا. وعليكم السلام. واخا هذا الاخ ديالك هو تحكي لنا القصة ديالو كيفاش بدا مع هاد المرحلة، 3 سنين هادي ملي صوته ولا باح؟ دابا هو مشى ليه الصوت 3 سنين، 3 سنين هو مشى ليه الصوت. واحد النهار ولا كيتخنق، ولا كيتخنق، ولينا كنجيبو لومبيلونس كنديوه للسبيطار كنديرو ليه الأكسجين، بقى تقريبا 2 مرات 3 في النهار كنديرو ليه بحال هكاك. ملي مشينا ميريزكو داروا ليه واحد التقليبه، قالوا لي عندك شي نفخ في القرجوطه، ضروري خصك دير الصدفه باش تنفس، الا ما درتيش الصدفه هاد الحاله غتجيك في النعاس. دار الصدفه، دار الصدفه تقبوليه في القرجوطه، تقبوليه في القرجوطه باش يولي يتنفس، ولا لاباس كيتنفس مزيان منه. المهم من شهر 3 عطاوه شي تحاليل و داكشي شي اجراءات باش يديرهم، هو ما دارهمش، صافي حبس. ملي شاف راسو كيتنفس مزيان راسو شوف شنو قال لي، ما حبس حتى شهر 3 ديال هاد العام. تاني ولا كيحس براسو كيتنفخ ولا كيلوح الدم. مشى رجعنا للسبيطار عاودنا داكشي من جديد، اجراءات من جديد. من بعد داروا خدوا لي واحد العينه وما يلقاو عنده سرطان، صافي صيفطونا لبلاصه الـ40 من صيفطونا ليها باش غادي يدير الشيمي. دار الحصه الاولى دارها، دار فيها 3 ايام، نهار 4 ايام ما قدرش يمشي مسكين، صافي ما عندوش فلوس باش يشد الطاكسي، ما قدرش حيت كنمشيوها في الطوبيس. النهار 5 ايام مشيت معاه انا، قالت لينا الطبيبه لا ما يمكنش، صافي حبس نهار غترجعوا، ما يمكنش يدير. قالت ما فهمتش زعما الدواء تخربق، ما فهمتش علاش. قالت لي لا ما يمكن، صافي حبس نهار بحال ما دار والو، حسي روح حتى النهار 6 في شهر 6 غيدير الحصه الثانيه. دار نهار 6 في شهر 6 مشى راسو، قالت ليه الطبيبه خص شي واحد معاك اللي يدوي، بغات تسولو الطبيبه. انا ما يمكنش ليا، كاينه امي مريضه وكاين خويا مريض، كانت امي عندها، امي بعدا مريضه ناعسه شاده الفراش، خاصها دير حتى هي عندها موعد ديال القلب، دايره لابريت القلب. مشيت معاها، هو مشى راسو، قالت ليه الطبيبه خص شي واحد يكون معاك باش يدوي. قالت لي شوف الا مشيتي خصك، الا درتي غتوصل دير البوله، ملي تكمل الشيمي غتمشي للبوله. ما عرفتش البوله، كيديروا البوله من بعد الشيمي، كيديروا البوله من بعد الشيمي. قالت لي خصك واحد الصدفه غتبدل هذه ديال الحديد، خصك صدفه ديال البلاستيك، وهذيك الصدفه ما عندوش هو باش يشريها. تقريبا راه دايره من كتبدا من 56 60 56 60، ولاباراي قالت لي ضروري غتشري لاباراي باش تدوي، واحد الميكرو كيحطوه هنا باش كيخرج الصوت، حيت كيمشي بعض المرات كيمشي بوحدو، انا ما يمكنش ليا نمشي معاه، كنمشي مع امي حتى هي مريضه. صافي دابا هذاك الميكرو داير 140 ألف، والصدفة كتبدا من 56 كاينة تاع 60.
لا لا ما كيدويش، كنمشي معاه انا للسبيطار الى خصني باش نهضر انا، وما كيدويش كاع، ما كيخرجش الصوت، غيبقى طول عمره بهذيك الصدفه. اه طول عمره الصوت كيتنفخ. كي دابا هاد السيمانه كيلوح الدم، حيت هما اصلا عطلوه بزاف في الشيمي، عطوه موعد طويل في الشيمي، راه عطوه تقريبا شي شهر، شهر ولا اكثر، كاع من شهر، اكثر من شهر باش يوصل الحصه ديالو. والسيد قالت ليه الطبيبه فات عليك الوقت، كانوا غيكرطوا ليه هذاك النفاخ، قالوا ليه فات عليك الوقت، غتمشي للشيمي ديريكت. ومني قالوا لي غتمشي للشيمي ديريكت عاطينو موعد اكثر من شهر، هو فاتو الوقت على العمليه، ولا كيتنفخ، كيولي منفوخ من هنا منفوخ من هنا، كيتنفخ بزاف، كيلوح دابا الدم، دابا حاليا كيلوح الدم، كيلوح الدم مكبد، الماكلة ما كيسلكهاش، كيتسلك ليه غير الحاجة الرطبة، الحاجة اللي كتكون رطبة. قالوا لي خصك دير واحد تيو من هنا للمعدة باش تعود تسلك لك الماكلة غير بالبرا، حاجة جارية. وتا داك التيو خصنا، هو ما عندوش كاع باش يشري داك التيو. لا لا، يا الماء شي حاجة جارية تدوز بحال العصير بحال الماء صافي، بحال الصوبة جارية كيدوزوها في داك التيو. واخا من بعد إلا تعالج إن شاء الله من يتعالج، غير عندو غير مشكل ديال الصوت ولا يبقى حتى المشكل ديال المعدة؟ لا، قالت ليه الطبيبة، قالت ليه غيبقى على الصوت. اه يعني يتعالج. اه وهذاك التيو هو راه هو مع ملي مشيت معاه قبل من هذا الموعد، قالت ليه الطبيبه علاش ما درتيش التيو، قلت لها نقزت انا، قلت لها راه ما عندوش باش يشري التيو. قالت لي شوفي راه غادي يدخل البوله، راه غيدخل يدير البوله، راه ما غيبقى يسلك حتى حاجه، ضروري خصو داك التيو دير. اه شنو نقول لك اخويا، شي محسن يتعاون معاه في سبيل الله، سبيل الله يتعاون معاه على هاد الشيء، على هاد الصدفة، إلا شافو شي حد ولا شي محسن الله يجازيه بخير، الله يرحم ليه الوالدين، يتعاون معاه على قبل الصدفة وعلى قبل هاديك لابا هاديك الميكرو حيت ديال الهضرة، حيت هداك الميكرو هو مضطر خصو يديرو، حيت أنا كنمشي أمي فاتحة على القلب جوج المرات، وعندها أمراض أخرين كنمشي معاها، الا كان عند الموعد هو كيمشي بوحدو، ما كاينش اللي غادي ملي غتسولو الطبيب ما كاينش اللي غيجاوبها. لا لا ما حافظتهاش. 06 74 13 62 38. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. هذا أب اللي مشى ليه الصوت ديالو تقريبا لمدة 3 سنوات، من مشى للطبيب طبيعة الحال لقى عنده سرطان في الحنجرة، ودابا داروا ليه ثقب في العنق ديالو باش يتنفس، ودابا حاليا محتاج للمساعدة. هذه طبيعة الحال اللي معنا الأخت ديالو، فأنا كنتمناو الناس اللي استطاعتهم المساعدة أنهم يتعاونوا مع السيد هذا في الرقم 06 74 13 62 38. فمشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على أمل نلتقي بكم ببث آخر بحول الله، إلى اللقاء.